الاقتصادية. أخبارنا نبدأ من جريدة الأخبار تحت عنوان 18 مليار دولار استثمارات متوقعة من المثلث الذهبي. طارق أبيل وزير التجارة والصناعة قال إن الاستثمارات المتوقعة من مشروع المثلث الذهبي بتصل ل 18 مليار دولار، وإن دراسة جدوى المشروع استغرقت سنة ونص، وإنه بيخدم مشروعات التعدين الزراعي والصناعات الزراعية والسياحية. أبيل أكد على أهمية المشروع وقال إنه هيكون له هيئة خاصة لتطويره على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكون مسؤولة أمام مجلس الوزراء. كما أكد الوزير أن التجهيزات الخاصة بمنطقة المثلث الذهبي تصل إلى 2 مليار دولار، وأن الوزارة بتعمل على تشكيل مجلس الإدارة الخاص به. وزير التجارة والصناعة أشار أيضا في حديثه إلى التحديات والمصاعب التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، وأن الهدف من المشروع هو استغلال ثروات الدولة وزيادة القيمة المضافة منها ونقل جزء من الثروة البشرية من الوادي إلى المثلث، حيث ينصب دور الدولة في البنية التحتية فقط لكون هذا المشروع جاذب لمزيد من الاستثمارات الخارجية. نروح